تونس التي تعتبر أول دولة عربية تتصل بشبكة الإنترنت سنة 1991 لم تستطع أن تستمر في نهج التفرد والتميز، وإنما استطاعت أن تنجح في السقوط في خانة ضعف الخدمات المدة للمواطنين مقابل ارتفاع الأسعار، وخاصة منها شركة توب نت. هذه الشركة تقدم عروضا تجارية ذات خدمات سيئة ومتدنية. خدمات هذه الشركة لم تكن سيئة في السابق بقدر حالها اليوم. الخدمة لتو ما ارتقتش للمستوى معناها اللي يحب عليه المواطن والفلوس اللي يدفع فيها المواطن، ماذا بينا لو كان معناتها يطوروا في الخدمة، خاطر ولات حاجة بديهية بالنسبة للإنترنت في العالم، وما فماش علاش تونس ما تسيرش معناها الريتم نتاع الدول الأخرى، خاطر فرنسا والدول الأوروبية وحتى الخليج يطيروا بينا في حكاية الإنترنت وفي السيرفيس نتاع الإنترنت. وندفعوا في فلوسنا، وماذا بينا لو كان معناتها على قد الدفعات اللي ندفعوا فيها تكون السيرفيس على نفس النيفو. بالنسبه للانترنت نسمع شجاعة ولا طحينة، يعني اليوم عدد الشركات المزوده برشا، لكن الكاليتي نتاع الكونيكسيون دونك طايحه برشا. اليوم في العالم يحكوا بال 5G، احنا مازلنا في 3G ومازلنا بعاد برشا على الدول المتقدمه. انا نحكي بار اكزومبل، عندي مثال، عندي كا سونتر دابيل نبقى نستنى، سي ان سونتر دابيل معناها الثانيه بحسابها تبقى تستنى اون سومان امام اكثر من اون سومان باش يجوك يخدموا لك، وبعد تالي لمزي عليك تاخير يقول لك احنا رانا نخدم خدمتنا وهذه راهي مشكلتنا، معناها كل واحد يعيش الكره لصاحبه. دونك لهنا المشكل مشكل وعي، مشكل اللي انا كحريف دونك نعطيك فلوس نستنى في مقابل، انا كيما نعطيك فلوسي في وقتي انت تخدم لي خدمتي في وقتي. وانا اللي رزينا برشا مرات تبقى باش تبعث ميل تبقى تستنى ترجيل ربع ساعه بس، هذا هو الاكثر الموضوع عرض امبوسيبل باش يجو جامي جيك الفاتوره كاو تخلص. رزينا برشا تحل فيديو ما يمشيش في النهار كيف كيف، باش نجبد عليها دوكيومون الصغار الخدمه بالسي باش تطلع لي وتتقص ديما الخدمات ما يشبه، معناها ساعات تقص عليك ساعات ترجع كل مره كيفاش خايبه وضعيفه ما هيش قويه برشا، تمشي شويه وتعاود تطيح بعد تعاود ترجع وبعدها تعاود تطيح، معناها كلي حتى كي باش تدخل تفرج في فيلم ولا حكايه ولا باش تحكي في الكام ديما ضعيفه، ما الصوت ما يوصلش كوم الفو حتى التصوير ما توصلش كوم الفو. نرو ان الخدمات الانترنت كانت تنجم تكون احسن من هكاك في ظروف خير، فهمتني، خاطر ديما تقص الانترنت علينا ما توصلش بالكيفيه اللي نحشنا بها. ديجا انت تشارجي وتعاود تزيد تشارجي وتعاود ترجع للفورنيسير باش تطلب تعمل ابيل باش تشارجي الانترنت نتاعك، لكن او ميم طون تبقى الخدمات طايحه شويه في تونس. توب نت والله صارت لي معها برشا مشاكل، مثلا يقصوا عليك الانترنت من غير حتى اشعار، من غير حتى تنبيه، يصير دي بروبليم تكنيك تكلمهم باش يجوا يصلحوا لك الانترنت، باش يصلحوا لك يرجعوا لك الانترنت، ما ترجعش الانترنت الا ما تمشي برشا مرات، معناها وما فماش اعذار يعطيك عذر معناتها يقنعك به اللي معناها الانترنت قصيناها خاطر فما بان، ما فماش بان. ماذا بينا لو كان معناها تصير ايفوليسيون بالنسبه للسيرفيس نتاع الانترنت في تونس. ساعات انت تلقى روحك مضطر باش تمشي من هذا ولا يجي يقص لك نفس الشيء، معناها اوموا كيما كان يحكي تو اعلمني ابعث لي قول لي راهو مثلا ما نعرفش انا في اي حاجه، حتى عندكم بان اعلمني انا باش انا نعرف انا كشركه ولا يعني مؤسسه اعلمني انا نحضر روحي نتصرف، فهمتني، هذا كله ما يصيرش. ما فهمتش الحكايه شيء، ديما ديما انا تقعد لك ساعتين هكاك ساعه بعد ترجع كل مره كيفاش. عندك تقنيات ساعات كي تجيب صب حاجه معناتها تبدا لك من الاول قويه، ما بعد تمشي تيح 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 ساعات تقص جمله. ماشي 100% ماشي مليح. سوفون تقص معناها يلزمك فريمون تاخو على الاقل 20 ميجا باش تنجم تجيك اون بون ترانسميسيون، سينو الامور ماهيش ماشيه كوم اللوفو. لي ريكلاماسيون انت تعمل ريكلاماسيون يقول لك راهو باهي انا قيدنا لي ريكلاماسيون، تزيد ترجع له غدوه هاو قيدنا انا باهي انا مش يعني عرفتك اللي يبدو يمنوا فيك، عيش بالمنية كمو اليوم غدوه باش نرجعوا وبرد استنى وقتاش غدوه تجي هذه. حتى لو كان نتصلوا بهم يقولوا لنا اصبر تو يجيكم تكنيسيان ونستناو ما يجيش. والله ساعات يجاوبوك وساعات باهي هاو تو تتحسن ما فما حتى تحسين معناها ما رينا شيء. خلوك تصير مشاكل خاطر هم ما يحبوش يجيو، خاطر هذاك هو النيفو نتاعهم، هذاك النيفو السيرفيس نتاعهم نيفو طايح على الاخر.
قبل كنت نطلب فيهم، بعد كم عادش نطلبهم جمع. يجيبوا لا اما ياخذوا برشا وقت. نورمالمون تكون نوعيه الخدمات هذيك نتاع الحرفاء احسن من كده.